إن الله وملائكته يصلون على النبي. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل عجة في منتهى الجمال، ويلا نشوف مكوناتنا ايه. معايا بصلتين كبار، وكمان معايا طماطم مقطعة مكعبات وفلفل الوان، ومعايا كمان كوستين مبشورين، وكمان اربع بيضات. انا زودت بيضة على التلات بيضات دول، ومعايا معلقتين سمنة بلدي، وكمان عندنا خضرة مشكلة. اول حاجة انا هرفع معلقتين السمنة واسيبهم لحد ما يسيحوا، واحط عليهم البصلتين بتوعتي. هي بتحب بصل كتير، لو انت بتحب بصل كتير زودي، ما بتحبيش البصل ممكن حطي بصلتين متوسطين او بصلاية كبيرة واحدة. هننزل بالبصل بتاعنا دلوقتي، وهسيبه مش هحمره، يدوبك انا هخليه يدبل معايا. هفضل اقلبه باستمرار ومش هسيبه عشان ما يحمرش معايا. الاكلة دي بقى تنفع غدا وتنفع فطار وتنفع عشاء كمان. اكلة مليانة كل الخضروات، هتستفادي بيها من كل الفيتامينات اللي في الخضار كلها. لو عندك اطفال مش بتحب الخضار ممكن تعملها لهم، وكل الخضار اللي انت عايزاه حطيها معاهم مش هيبان. انا دلوقتي بقلب في البصرة عشان مش عايزاها تحمر معايا. عايزة اقول لكم ان هي طعمها هايل جدا جدا، للي هيجربها هيعرف هي قد ايه طعمها جميل. بفضل مع البصلة مش بسيبها خالص، وافضل اقلبها لحد ما تبقى لونها شفاف كده. هبدأ انزل معاها الفلفل بتاعي والكوسة بالتدريج. زمان جدودنا في اليوم اللي بيبقى فيه الخبيز والفرن سخن معاهم، بعد ما بيخلصوا العيش بتاعهم الجميل البيتي دوت، كانوا بيحطوا على طول وراه صينية العجة دي وياكلوها بالعيش الطازة، وريحة بقى الفرن وريحة الخبيز بتبقى ريحة تانية وبيبقى ليها طعم تاني. فدي من الاكلات المصرية الجميلة جدا. دلوقتي انا هنزل بالفلفل الالوان معايا، وبرضو هديله تشويحة مع البصلاية. بعدها انا هضيف الكوسة. انا مش هحط الطماطم بتاعتي على النار خالص، انا هسيبها هحطها نية علشان ما تتحرقش القلب وتحمي على صدرنا. هديها تقلبتين كده هوت، وبرضك مش هسيبها عشان ما خليش البصلة بتاعتي تحمر. هي سهلة جدا في عمايلها، ما خدتش معايا بالظبط 5 دقايق، كانت جاهزة وكنت حطاها في الفرن على طول. برضو ما بسيبهاش، بفضل اقلبها كل شوية. هبدأ بقى اجهز الكوسة بتاعتي عشان انزل بيها على البصل بتاعي والفلفل. طبعا انا عايزة اسويهم نص سوا كده هوت، علشان الاكلة بتاعتي مش هتاخد وقت معايا في الفرن لما احطها، فعشان يلحقوا يستووا مع سوا البيض وبقية المكونات اللي انا هحطها. بديها برضو تقلبتين، واسيب الكوسة بتاعتي تنزل ميتها وتخش في السوا. انا برضو مش هسيبها كتير على النار عشان انا مش عايزاها تكون مهرية، فانا هديها بس يدوبك تنزل ميتها وتدخل في السوا، مش عايزاها سوا كامل. هبدأ املحهم بقى واحط شوية الملح، طبعا الملح ده حسب الرغبة بتاعتك. انا بعد ما خلاص خليتهم يستووا شوية نص سوا، هبدأ احط البهارات بتاعتي واقلبها. انا هحط البهارات اللي انا هكتبها لكم كلها على الشاشة. دي التوابل الاساسية بتاعتها، وكمان حطيت معاهم رشة من الثوم البودر والبصل البودر. انت عايزة تضيفي
اي توابل تانية انت بتحبيها ممكن تضيفيها، هي مش بيتضاف عليها الزعتر بس انا بحب الزعتر في الاكلات كلها، فانا حطيت زعتر. ممكن تكتفي بالفلفل والملح والكزبرة الناشفة، بس اهم حاجة طبعا الفلفل عشان زفارة البيض اللي معانا. انا هديهم بس تقلبتين كده هوت علشان ريحة التوابل تطلع من سخونية البوتاجاز، وهطفي عليها واخليها ان هي تهدى شوية علشان لما احط البيض بتاعي ما يستويش وهي سخنة. فانا هديهم تقلبتين كده هوت مش كتير، يا دوبك دقيقتين بس على النار، وبعد ما ياخدوا الدقيقتين بتاعتهم انا هقفل عليهم النار واسيبهم لحد ما يهدوا خالص. وبعد ما يهدوا معايا هبدأ ان انا هحط في الطبق معايا الخضرة المشكلة، الطماطم وكمان البصل، وكمان حطيت انا بصلتين نيين بشرتهم بالمبشرة وهبدأ ان انا اقلبهم. دي انا كنت مفرزة الخضرة بتاعتي فانا حطيتها وهبدأ ان انا اقلبهم كلهم ويدمجوا مع بعض. بعد ما اقلبهم كويس هبدأ ان انا احط عليهم معلقة من السمسم الني. انت ممكن تستغني عن المرحلة دي خالص بس انا حبيت ان انا احطها عشان اعلي من القيمة الغذائية. ممكن مش موجود ممكن تستغني عنه خالص. هبدأ دلوقتي ان انا هكسر البيض بتاعنا واحطه على الخليط بتاع الخضار اللي معايا. انا هقلب كويس كل المكونات، وكمان هكون محضرة معايا كوباية من الدقيق ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر، وكمان معايا ربع كوباية من اللبن. هحط دلوقتي البيكنج باودر او الكيك شيفر المتاح عندك، وكمان هحط معاهم رشة من الكربونات الصوديوم. البيكنج باودر ما يعادل معلقة كبيرة من الأكل، وهحط كمان معاها ربع كوباية من اللبن وهقلبهم كويس، وهبدأ كمان بعدها هنزل بالدقيق بتاعي. أنا بحب قبل ما احط أي دقيق في أي معجنات أحب إن أنا أنخل، فانا هنخل الدقيق واحدة واحدة وهبدأ ان انا بعد ما انخله اقلبه. انا ما حطيتش الدقيق هنا كله مرة واحدة عشان ما يعجنش ويكتل معايا، فانا هحطه واحدة واحدة لحد ما اخلص الكمية بتاعتي. ممكن ما احتاجش تاني. من ناحية تانية هيكون انا مجهزة صينية تكون حجمها متوسط، وهبدأ ان انا هفضي فيها الخليط بتاعي عشان يبقى تبقى جاهزة معايا. وفي وقت اللي انا بعمل فيه الخلطة بتاعتي او العجة بتاعتي انا بكون مشغلة الفرن بتاعي بيسخن، بعمله معاملة الكيكة بالظبط. هدخلها على فرن حرارة 180 ومشغلة من تحت بس. بعد ما انزل بالخليط كله هبدأ ان انا هسويهم في الصينية، وهضيف برضو من عندنا بقى الحتة ديت، هضيف على الوش سمسم وحبة البركة. مش عندك ممكن تستغني قوي عن الخلطة ديت او الخطوة دي ممكن تستغني عنها، بس انا حبيت ان انا اعلم القيمة الغذائية بتاعت العجة بتاعتي. كمان هرش معاها رشة من الحبة السوداء او حبة البركة. بس كده بقى، وهبدأ ان انا هدخلها في الفرن وهختبرها بطرف السكينة ان هي استوت. هكون مشغلها من تحت، واول ما احس ان هي استوت اعمل لها الاختبار، استوت خلاص اولع عليها الشواية تاخد لون من فوق.
وده شكلها بعد ما استوت وطلعت معايا من الفرن. يا رب تكون عجبتكم الوصفة النهاردة، ولو عجبتكم يا ريت تدعموني باشتراك وتفعيل زر الجرس، وما تنسوش اللايك عشان يوصلكم كمان كل جديد احنا بنعمله. عايزه اقول لكم ان هي كانت هشه وطريه قوي من جوه، كان طعمها جميل جدا حقيقي، كان تستحق التجربه. يا ريت تجربوها وتقولي لي رايكم في الكومنتات، وشكرا. السلام عليكم، مع السلامه.